بيلعب بيشتغل عليه ومصر انه يشتغل عليه. طب اذا كيف تحفزون الافراد الافراد او الاشخاص العاديين للمشاركه فيما ينفع البيئه؟ يعني طبعا بنحسسهم بالمشكل نحن، بنفرجيهم خطوط المشكلة، بنفرجيهم الأرجنسي، بنفرجيهم إنه ما حدا عم يشتغل على الموضوع، بنفرجيهم إنه في عدة حكومات ببلدان تانية عم تشتغل على الموضوع، وعدة المجتمع المدني عم يشتغل على الموضوع، ومثلا بلبنان ما حدا عم يشتغل على الموضوع، فلما الشباب اللي يكون واعي يكون عنده وعي وعي معين اجتماعي بيكون بطبيعة الحال حيتوجه لحل المشكل. نعم، سيد علي كيف يمكن الاستفادة فعلا يعني من طاقة ما يسمى بالقيادات الطبيعية في المجتمعات الريفية؟ طبعا بالمجتمعات الريفية والمجتمعات الغير ريفية بكل محل، لما تكون بدك تشتغل بمنطقة بدك تشتغل بضيعة بدك طبعا توجه إلى وجهاء المنطقة، توجه إلى الحاملين مفاتيح الكلمة بالمنطقة. هلا طبيعة المجموعة النسوية، نحن أكبر برنامج عنا وتركيزنا الحالي لهالسنة برابطة ناشطين مسؤولين هو على مشكلة تغير المناخ العالمية، ونحن جزء من حملة عالمية عم بتقود حملة توعية وحملة ضغط على الحكومات العالمية ليوصلوا على 9 ديسمبر بكوبنهاجن اللي وقتها حيصير محادثات الأمم المتحدة لتغير المناخ كرمال يمضوا معاهدة كثير قوية. فهيدا جزء كبير من حملتنا البيئية بلبنان اللي عم نقوم فيها على توعية العالم على مخاطر تغير المناخ، على مخاطر الاجتماعية وعلى مخاطر الاقتصادية لتغير المناخ، لأنه مثل ما بنعرف المشاكل البيئية هي منا بس مشكل بيئي، هو دائما صار مشكل اقتصادي ومشكل اجتماعي. فنحن برابطة الناشطين المستقلين من أكبر برامجنا على هلا عم بيكون لحل مشكلة تغير المناخ العالمية. كيف عم نستفيد من الموضوع وكيف عم نجذب المتطوعين لنا؟ مثل ما قلت سابقا انه نحن بكل بساطه عم نحسس العالم بالغلط اللي عم بيصير، عم نحسس العالم بالخطر اللي عم بيصير، انه ما حدا عم بيحارب تغير المناخ، انه حكومات الدول المتقدمه كلياتها وانه مجتمع المدني تبع الدول الثانيه كلياتها عم تشتغل على مشكله تغير المناخ، ونحن عم بنمارس على البلدان العربيه اللي بالتاريخ البشريه حاليا هي تسعى لانقاذ كوكب الارض وما حدا عارف عنها. فهون صار دورنا انه نجي نفهم العالم انه ما حدا عم بيعرف عن المشكل مع انه هو انتم معنيين بشكل مباشر بالمشكل. نعم، سيد علي سنتحدث اكثر عن هذا الموضوع لكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.